زلاطان إبراهيموفيتش يطلق حملة لجمع التبرعات بقيمة 1,000,000 يورو لركل فيروس كورونا. أنشأ زلاطان إبراهيموفيتش حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا، وتعهد بمبلغ 100,000 يورو للقضية بنفسه. حدد مهاجم ميلانو هدفا بمبلغ 1,000,000 يورو لدعم المستشفيات والطاقم الطبي في إيطاليا التي تعد مركز الوباء في أوروبا، ويتوسل لاعبي كرة القدم والنجوم الرياضيين لركل الفيروس التاجي معا. انضم المهاجم السويدي السابق البالغ من العمر 38 عاما إلى ميلان في يناير من لوس أنجلوس جالاكسي، ولعب أيضا مع إنترناسيونالي ويوفنتوس. قال في رسالة بالفيديو لإطلاق حملة لجمع التبرعات: لقد منحتني إيطاليا دائما الكثير، وفي هذه اللحظة الدرامية أريد أن أعيد أكثر إلى هذا البلد الذي أحبه. أعتمد على كرم زملائي وجميع الرياضيين المحترفين وأولئك الذين يرغبون في تقديم تبرع صغير أو كبير وفقا لإمكانياتهم لركل هذا الفيروس بعيدا. معا يمكننا حقا مساعدة المستشفيات والأطباء والممرضات الذين يعملون بلا كلل لإنقاذ حياتنا، لأننا اليوم نحن الذين نهلل لهم. يشير الموقع إلى أن جميع الأموال التي تم جمعها سيتم التبرع بها مباشرة إلى هيومانيتاس للمساعدة في تعزيز وحدات العناية المركزة والطوارئ في مستشفيات ميلان وبرغامو وكاستيلانزا وتورينو. كانت إيطاليا ثاني أكثر البلدان تضررا في العالم، حيث سجلت أكثر من 31,500 حالة إصابة بالفيروس و2,503 حالة وفاة. إبراهيموفيتش المعروف بشخصيته المتهورة وتعليقاته الصريحة أنهى رسالته بأسلوب نموذجي: إذا لم ينتقل الفيروس إلى زلاطان فإن زلاطان ينتقل إلى الفيروس. أطلق الفريق الوطني الألماني مبادرته الخاصة لجمع التبرعات لمعالجة فيروسات كورونا عن طريق التبرع بـ 2.5 مليون يورو لقضايا اجتماعية. قال قائد ألمانيا مانويل نوير: علينا أن ننظر إلى بعضنا البعض في مثل هذه الأوقات.